وجاء في حديث أبي سعيد عند أحمد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ليضحك القوم، ليضحك القوم يقع بها أبعد من السماء. وإن كان الحديث فيه ما فيه من الضعف إلا أنه مؤيد بالأحاديث السابقة، وهو مؤيد بحديث معاوية ابن حيدة كما عند أحمد والترمذي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب في الحديث ليضحك القوم، ليضحك القوم، ويل له، ويل له.